خلينا نشوف أول مقطع لك شافوك فيه الجمهور. شوف اللودي وش جايبين بعد؟ تعال هنا ما شاء الله. سلم سلم بدر سلم. هلا هلا استاهل يا مشعل. سلطيب يا عيال سلطيب والله. امسكوا معرفة قدام. جيب 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 بدر مشعل. تعال تعال هلا زود والله والله ما عليك زود. ادري الوضع ما زين. رزه ومزين منك وهذا وكنت عاقل وقتها. ايه كنت هادي. اول شيء كنت جاي لمين هنا؟ كنت جاي عشان خالي مشعل. خالك مشعل عتيبي كان في برنامج سهم. ايه برنامج واقعي في برنامج سهم. ايوه كان افضل فقره فيه اللي انا اذكره اللي انا اذكره فقره عم سهيمان. صح لانك فيها طبعا. ما انا اقول كان افضل فقره فيها يعني سبحان الله. صح اي والله. زين بعد ما زرت الخالق مشعل انت تحمست قلت لازم اطلع في القناه. شوف هذه لها فرصه. اي في برنامج الحصاله. ايوه يوم من الايام قالوا ان احنا نحتاج مقدمين جدد. اوكي هم كان عندهم مقدمين لكن الفكره اللي هم كانوا يبونها بث تجريبي مع مقدمين جديدين مع دوره جديده بيوظفون ناس جديدين. حلو. اوكي فكانوا يبغون احد المقدمين الجديدين. اوكي انا طبعا كنت منهم كنا 8. من اللي كلمت او انت كلمت مين؟ هم على الرقم اللي حطوه في برنامج الحصاله. تقدمت. اي تواصلت انا. يعني مو واسطه. اي مو واسطه. يعني ما نقول مشعل هو اللي خلاك وهو اللي انا سجلت بدون ما يدري. وكلموك. بالضبط. حلو يعني انت الان دخولك ما كان واسطه. اي ما كان واسطه. زين خلنا نشوف اول برنامج شارك فيه النجم بدر عتيبي. يا مخرج افا مطفي النور علي يا مخرج. والله بحق يا بدر شكله ما يعرفني المخرج. اذا جيتك لا تدور لي حجة. ها ترى انا واسطة مع مالك القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المقدم بدر العتيبي في قناة بث تجريبي وبرنامج الخزنة. ايش كان اثر اول ظهور لك اعلاميا في برنامج بث تجريبي؟ ايش كان اثره على بدر عتيبي؟ اثره غير شوي ان اول حاجة يلا كل حمد. سبحان الله انا ما فزت فيه. اوكي انا ما فزت فيه وفاز فيه اخونا انس عقاقي. اوكي طبعا بعد ما خلص البرنامج ما عمرنا اجتمعنا كلنا احنا المقدمين لكن كل واحد راح في طريق.